بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بخير. هنعمل لكم النهاردة كريم كراميل بالجيلي. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش في اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ بالمقادير. طبعا الوصفة دي جميلة جدا للصيف، لان الصيف بيحتاج الحاجات المتلجة عشان حرارة الجو. مقاديرها عبارة عن جيلي وكريم كراميل، وكلها حاجات متوفرة في كل بيت. اللبن وكريم كراميل ممكن تجيبيه من اي حد، من اي سوبر ماركت، والجيلي موجود برضو متوفر. ويا رب الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو. وزي ما انتوا شايفين شكلها جميل وطعمها اجمل، ومناسبة طبعا للصيف والحر. هنبدأ باننا هنجيب نص كوباية سكر ونحطها في طاسة على النار عشان نعمل الكريم كراميل. ونحط عليها معلقتين، هي 3 معالق مية، ونبدأ نحرك الطاسة، نحركها بس من غير ما نقلب، لان لو قلبت السكر بيسكر. فبنحرك الطاسة بايدينا كده لغاية ما نلاقيها اصفر لونه، بيصفر كده، وقبل ما يحمر بننزله عشان طعمه ما يمررش. ونحاول نوطي النار. ونحرك فيها من غير ما نقلب. لغاية ما يدينا اللون بتاع الكريم كراميل المطلوب. نكون مجهزين الحاجة اللي هنحط فيها الكريم كراميل. دلوقتي هنجيب طاسة ونعمل الكريم كراميل. هنجيب 3 كوبايات ونص لبن، ونحط فيهم الكراميل اللي احنا جايبينه، باكويين، وهنقلبهم كويس على البارد. عشان نضمن ان ما يحصلش اي تكتل. وبعدين نرفعها على النار. لغاية ما تدينا القوام المطلوب. نقلبها
بالمضرب وما نرفعش ايدينا من التقليد. عشان ما يحصلش اي تكتل للكريم كراميل نكون مجهزين القوالب اللي هنحط فيها الكريم كراميل اول ما نزل من على النار عشان بيمسك، لو سيبناه هيجمد. ولما يستهدى ويبرد خليط الكريم كراميل اللي عملناه باللبن وطبعا مش هنحط له سكر لان بيبقى محطوط له ومحلى جاهز، ونبدا نعمل طبقه الجيلي. انا جايبه باقيين باكو الفراوله وباكو بالمشمش. هنجيب قولتين ونجيب كوبايتين ميه سخنه لكل بوله، نحط واحده للمشمش وواحده للفراوله، هذه البولتين اهم. وعملنا الكوبايتين الميه السخنه وهنقلب كل كوبايه في كل بوله. نكون جاهزين في التلاجة كوبايتين مية ساعة. هنقلب الجيلي كويس عشان ما يحصلش فيه اي تكتل. هنحط المية الساقعة على كل بولة وبكده نكون عملنا الطبقة التانية. هنوزعها على القوالب. هنحط الفراولة في القالب الكبير والمشمش في الاتنين الصغيرين. على بال ما نوزع التوزيعة دي هيكون الكريم كراميل اللي عملناه باللبن هيكون بقى حلو. لان ما ينفعش نحطه وهو سخن. هنجيبه اهو ونوزعه على القوالب التلاتة
وندخلهم التلاجة عشان يتماسك ويبقى التلات قوالب تلات طبقات تتماسك في التلاجة. بعد ما خرجت من التلاجة هيبقى ده الشكل النهائي بتاعها، شكلها جميل والطعم كمان جميل وساقعة كمان للصيف. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا.